سيداتي وساداتي، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتي وقناتكم إيناس بوكري. إذا اليوم أنا جد سعيدة بلقياكم من جديد، فيديو جديد واللي غادي يكون تتمة الفيديو الأول اللي تكلمنا فيه على استراتيجية أو لأهمية وضع استراتيجية في المقاولة ديالنا. إذا اليوم الجزء الثاني غادي يتكلم على مختلف الاستراتيجيات المتواجدة أو لأغلبها اللي متواجدة في علم الاقتصاد واللي يمكننا نطبقوها إلا كنا في لافاز دو كرياسيون، يعني إلا كنا باغيين نلونسيو المقاولة ديالنا. وأكيد الناس اللي ما تحتلهاش الفرصة أنها تشوف الفيديو الأول باش تفهم أكثر هذا الفيديو، فغادي نخليه لها لتحت في صندوق الوصف. إذن اليوم غادي نتكلموا على مختلف الاستراتيجيات اللي يمكننا أننا نطبقوها في المقاولة ديالنا عند يعني في لافاز دو كرياسيون، يعني فاش نبغيو لونسيو المقاولة ديالنا. إذن أول استراتيجية اللي غادي نتكلم عليها هي مثلا استراتيجية ديال لا ديفيرونسياسيون باغ لو با. أشنو هو المقصود بها؟ هي الاستراتيجية اللي تدير بها واحد الاختلاف من خلال أن الثمن تهبطو، يعني باغ لو با. وفي هاد الاستراتيجية هادي يعني انت كتكون محكم في يعني في البروسيس دابروفيزيونمون ديالك من عند لي فورنيسور، يعني في المرحله ديال التقضيه ديال كيف ما كنقولوا الربح في المشرى، ففي المرحله ديال التقضيه ديالك من عند لي فورنيسور يعني الممولين ديالك، كتكون كتفاوض بطريقه اللي هي احسن باش تقدر تكون عندك واحد المارج اللي هي اكثر اهميه، وبالتالي هذيك لا مارج اللي غادي تكون عندك غادي تقدر انك ديستينغا او تتميز بها على المنافسه، غادي تكون عندك مارج اكبر اللي تقدر تلعب فيها في التفاوض. داكوغ، فهذا ما يسمى لا استراتيجي دو ديفيرونسياسيون باغ لو با. هناك كذلك استراتيجيه ثانيه اللي سميتها لا استراتيجي دو ديفيرونسياسيون باغ لو او، او لا استراتيجيه اننا نخلقوا واحد يعني الميزه التنافسيه باغ لو او، يعني بواحد الهاي كواليتي، يعني واحد يعني الجوده اللي هي احسن. فهنايا ملي كنبغيو نديروا لا استراتيجي دو ديفيرونسياسيون باغ لو او كنلعبوا على الجوده اللي كتكون احسن. انا مثلا ريستوران غادي نحل في واحد لانفيرونمون معين، غادي نشوف لا كاليتي المتواجده في داك لانفيرونمون وغادي ندير يعني كاليتي اللي هي احسن وارقى، فبالتالي هذيك هي الميزه التنافسيه ديالي. انا راني جو مو ديفيرونسي ولكن باغ لو او بواحد الكاليتي اللي هي احسن وارقى، سو كي جيستيفي يعني بطبيعه الحال لو بري اللي يمكن لك انك ديرو. كاين كذلك استراتيجية الثالثة التي تسمى باستراتيجية لا استراتيجي دي كريماج، يعني جاية من اسم على مسمى لا كريم دو لا كريم. فهاد لا استراتيجي انت لا سيبل ديالك كتكون هي لا كريم دو لا كريم، يعني كتخدم مع واحد لو سيغمون بارتيكولي، ان سيغمون لا ربما دو لوكس، يعني وبطبيعة الحال خاص جميع المعطيات ديالك، يعني كيف ما الثمن غادي في واحد المنحة، كيف ما الجودة خاصها تكون غادية في نفس المنحة، كيف ما التعامل، كيف ما الجوده ديال الموارد البشريه اللي عندك اون انتر، الى ما غير ذلك. الاستراتيجيه الرابعه اللي غادي نتكلموا عليها اليوم هي لا استراتيجي فريميوم. هاد لا استراتيجي ديال الفريميوم هي جمعه ما بين واحد جوج كلمات، الفري اللي هو مجاني، وميوم اللي نقدروا نقولوا بريميوم، يعني المزيج ما بين الفري او البريميوم، يعني نعطيو واحد الخدمه مجانيه، نعطيو واحد لربما واحد المنتوج مجاني بوغ اسيي دو دريني دو فلو، يعني باش تجيب الناس، باش تجيب الفئه المستهدفه ديالك، ومن بعد ملي غادي تعطي لهم ديك لا غراتويتي غادي تسهل عليك لا كونفيرسيون ديالهم فيغ دي باك اللي هما بيون، فيغ خدمات ومنتوجات اللي هي يمكن لهم انهم يخلصوا فيها الفلوس، يعني مجزتي ما بين المجاني وكذلك ما بين يعني كيسهل عليك انك فاسيلمون تديهم الحويجات اللي هما بالفلوس من بعد ما ذاقوا من عندك لي برودوي او لي زاكتيفيتي اللي هما مجانيين. نمشيو دابا للاستراتيجيه الخامسه. فالاستراتيجيه الخامسه هي ما يسمى لا استراتيجي دو روبتور، او لا كذلك تسمى استراتيجيه لينوفاسيون ابتكار. ف
في بعض الحالات كنسميوها لا استراتيجي دو لوسيون بلو. فهنايا ملي كيكون انت مثلا عندك واحد المنتوج اللي فيه نوع من الابتكار، يعني مثلا اخترعتي ولا tu as breveté واحد لي بو انتيليجون اللي كيديروا لوطو ايريغاسيون، كيديروا بزاف ديال الحوايج بتلقاء نفسهم بطريقه اوتوماتيك. فهنايا كتكون لينوفاسيون طالعه، الابتكار طالع، وحتى لي باريير ا لونطري كيكونوا طالعين. يعني هادي كوبي كولي باش يجي شي واحد ويدير كوبي كولي كتكون صعيبه لحقاش، يعني كاين نوع من الابتكار، كاين نوع من لينوفاسيون. فهذا ما يقصد بلا استراتيجي دو روبتور، لا استراتيجي دي لينوفاسيون، او لا في بعض الحالات تسمى كذلك لا استراتيجي دو لوسيون بلو. الان غادي نمشيو نتكلموا على الاستراتيجيه السادسه، الا وهي لا استراتيجي دو نيش، او لا استراتيجي دو سبيسياليزاسيون. فهاد لا استراتيجي دو سبيسياليزاسيون يعني انت كتكون مسبيسياليزي في واحد الحاجه معينه، ما كتخرج منها، ما كديرش كثر منها ولا قل منها. بحال دابا مثلا فاش كنشوفوا على سبيل المثال دي سونتر اللي كيكونوا سبيسياليزي، يعني مثلا مع لي زيميرو باغ اكزومبل، كيخدموا غير مع لي زيميرو، لي ماروكان بلوتو غادي نسميهم لي ماروكان دو موند، مابقاش ديك التسميه اميرو ولات ماروكان دو موند. يعني سبيسياليزي غير في لي زيميرو، كاين دي سونتر باغ اكزومبل سبيسياليزي في لونتربريز، كاين دي سونتر سبيسياليزي في لا تري بيتيت انتربريز، كاين دي سونتر سبيسياليزي في لي سالاري الى ما غير ذلك، فمثلا في الخدمات الماليه. فبالتالي هذا ما يسمى بلا استراتيجي دو نيش او لا دو سبيسياليزاسيون. كتكون لونتربريز ديالك ولي زيكيب اللي خدامين في ديك لونتربريز سبيسياليزي في واحد لو سيغمون معين، وبالتالي كيكونوا يعني مور كواليفايد، يعني يعني مدربين اكثر مع داك لو سيغمون اللي هما خدامين معاه. اما بخصوص الاستراتيجيه الاخيره فاليوم غادي نتكلموا على كذلك الاستراتيجيه دو بينيتراسيون دو مارشي. هاد الاستراتيجيه اللي كتسمى لا استراتيجي دو بينيتراسيون دو مارشي، فالمقصود بها هي انك كدير واحد الثمن خيالي هابط بزاف 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 بزاف، يعني tu casses toute concurrence، يعني لا مجال للمقارنه مع المنافسه، وبالتالي لذلك تسمى لا بينيتراسيون دو مارشي. ف بهذاك الثمن يعني كتلعب لربما على لي كونتيتي، وبالتالي كتبيع بطريقه اللي هي اكثر. فكانوا هادو هما بعض الاستراتيجيات اللي هي مهمه نكونوا عارفينهم في البيزنس موديل ديالنا قبل ما نحلوا المقاوله ديالنا، باش نعرفوا باش غادي نتميزوا شنو هما الحويجات اللي غادي نديروهم باش نتميزوا على المنافسه، ولكن كذلك باش نوصلوا للفئه المستهدفه ديالنا، سواء كانت فئه نسائيه رجاليه انتربريز بارتيكولير الى ما غير ذلك. فغادي نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا من الفيديو ديال اليوم اللي تكلمت على لي استراتيجي ديال الانتربريز، وغادي نعطي لكم موعد فيديو جديد باش نتكلموا على موضوع جديد يهم عالم المقابله. كنت جد سعيده بتشاركي معكم هذه المعلومات، وغادي نتسناكم في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ديالي، انستغرام اللي كنشارك فيهم فيه معكم معلومات حول المقابله ولكن كتكونوا فيه قريب ليا كشخص اكثر، وكذلك لينكدين اللي هو لو ريزو بروفيسيونيل ديالي. شكرا على الثقه الدائمه ديالكم، وإلى اللقاء.